سلامها طفلة صغيرة بعمر الزهور، ضحكتها الجميلة لا ترافقها وهي مع أمها. الأمهات عادة يحبون إبقاء الأطفال بقربهم ليضمنوا سلامتهم، ولكن أحيانا أمور ثانوية تشتت انتباهنا عن أطفالنا، وفي لحظات كهذه غالبا ما يتعرضون للخطر. في حال تعرض طفلك لجرح ونزيف عليك القيام بما يلي: وضع بمضة جافة ومعقمة على مكان الإصابة مباشرة مع الضغط لوقف النزيف، عدم استخدام أي مواد على الجروح لتجنب الإصابة بالالتهابات. في حال استمرار النزيف وعدم التأكد من خطورة الإصابة، يجب الإسراع بزيارة أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة. لمنع وقوع مثل هذه الحوادث الخطيرة وللحفاظ على سلامة أطفالكم، قوموا دائما باتباع الخطوات التالية: إبقاء الأطفال على مسافة آمنة من السكاكين والشوك والأدوات الحادة والأوعية الزجاجية وغسالات الأطباق. حفظ السكاكين والشوك والأدوات الحادة الأخرى في أدراج محكمة الإغلاق. حفظ الأوعية الزجاجية ككؤوس الشراب والأطباق على أرفف عالية يصعب الوصول إليها. عدم ترك الأطفال نهائيا دون مراقبة فعالة. سلامة أطفالكم لا تقدر بثمن، فلتحرصوا عليها دائماً.